Live from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel. وزعت جولدن جلوب التي ينظر إليها كمؤشر لجوائز الأوسكار التي تعد أعلى تكريم في صناعة السينما وتمنحها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية في وقت لاحق من هذا العام. وزعت جوائزها لهذا العام بحضور عشرات النجوم والمخرجين والمنتجين السينمائيين في كاليفورنيا. الأعمال الدرامية تعددت باختلاف الممثلين والمخرجين العالميين. النجمة الأمريكية ميريل ستريب نالت جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في فئة الدراما عن فيلمها The Iron Lady أو المرأة الحديدية الذي جسدت فيه شخصية رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. جورج كلوني الذي سطع نجمه في سماء هوليوود حصل على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في The Descendants، فيما نال المخرج مارتن سكورسيزي جائزة أفضل إخراج عن فيلم هيوغو. أما لقب أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي فكان من نصيب ميشيل ويليامز لتجسيدها شخصية مارلين مونرو في فيلم أسبوعي مع مارلين. وعن أفضل فيلم بلغة غير إنجليزية حصل فيلم الانفصال الإيراني على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية للمخرج أصغر فرهادي. وأخيراً إلى جائزة الرسوم المتحركة، حيث احتل فيلم مغامرات تانتا شخصية الرسوم المصورة المشهورة والصحفي النشيط الذي يبحث عن حل القضايا الصعبة، قطف جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة. نادين خماش، العربية.